السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور نوح صبابحة، أستاذ البيئة الجغرافية في جامعة اليرموك. سأتحدث اليوم عن موجات الحر، بما أن الأردن ومنطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية ستشهد في الأيام القادمة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق المعدلات الاعتيادية، وبالتالي يمكن تصنيف مثل هذه الحالات الجوية بأنها موجة حر. قد يكون لها طبعا الكثير من الآثار السلبية على الإنسان، وقد تسبب الإرهاق والتعب وزيادة استهلاك المياه وزيادة استهلاك أيضا الطاقة وارتفاع معدلات التبخر والخسائر في القطاع الزراعي والضغط على البيئة نفسها وارتفاع معدلات أو احتمالية حدوث الحرائق في مثل هذه الحالات الجوية. وأن هذه الحالات الجوية المرتبطة بموجات الحر هي تحدث في منطقة حوض البحر المتوسط أو في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر جفافا، وتحديدا خلال شهري تموز وآب من كل سنة، حيث أشارت الدراسات بأن معدل موجات الحر قد ازداد ما بين عام 1980 حتى الوقت الحاضر بشكل واضح. كان فيه هناك زيادة في عدد موجات الحر خلال هذه السنوات أو تزايد ملحوظ في السنوات، وتشير الكثير من النماذج المناخية الإقليمية بأن السنوات القادمة أيضا ستشهد زيادة في عدد موجات الحر، وبالتالي هذا يتوجب علينا التنويه للآثار السلبية المرتبطة بمثل هذه الحالات الجوية. وبما أن الأردن يقع إلى الجنوب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ويتأثر خلال فصل الصيف بعدد من موجات الحر التي قد تسبب الضيق والإزعاج للسكان، وخاصة خلال شهري تموز وآب، وتؤدي إلى حدوث الخسائر الاقتصادية والبيئية المختلفة، وبالتالي هو ليس بمعزل عن المنطقة، وخاصة أن مساحات أو طبعا الأردن يصنف مناخيا بأنه ضمن الأقاليم الجافة وشبه الجافة من العالم، وبالتالي من الطبيعة أن تتكرر مثل هذه الحالات الجوية أو تتكرر موجات الحر خلال فصل الصيف، وتحديدا كما تحدثنا خلال شهري تموز وآب من كل سنة. أيضا يتراوح معدل موجات الحر التي يتأثر بها الأردن سنويا ما بين موجة إلى موجتين، وهذه الموجات قد تكون معتدلة الشدة، وعادة ما يتم تحديد موجات الحر عندما ترتفع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية فوق المعدل العام، وتستمر لفترة زمنية تزيد عن 5 أو 5 أيام. يمكن تصنيفها في هذه الحالة بأنها موجة حر، برغم بأن كثير من طبعا العلماء المناخ اختلفوا في تصنيف موجات الحر طبعا لاختلاف الظروف المناخية من منطقة إلى أخرى على سطح الكرة الأرضية، فتصنيف موجات الحر في منطقة بلاد الشام يختلف عنه في منطقة غرب أوروبا، يختلف عنه في شمال أوروبا، أيضا يختلف عن تصنيف موجات الحر في أمريكا الشمالية في أستراليا، لأن كل منطقة وكل إقليم له ظروف مناخية خاصة به، وبالتالي ما ينطبق على هذه المنطقة وعلى الأردن لا ينطبق على أقاليم مناخية أخرى من العالم. لكن نحن في الأردن اعتدنا على تصنيف الحالة الجوية بأنها موجة حر إذا زادت درجات الحرارة فيها عن 5 درجات مئوية واستمرت أيضا لفترة زمنية أكثر من 5 أيام، يمكن اعتبارها موجة حر، لأنه طبعا خلال هذه الموجة سيكون في هناك زيادة ملحوظة في معدلات درجات الحرارة تحديدا العظمى، وقد يكون هناك في أيضا طبعا ارتفاع في معدلات درجات الحرارة الصغرى. الآن موجات الحر التي يتأثر بها الأردن وتأثر بها منطقة بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية وجنوب تركيا وأحيانا أجزاء من جنوب أوروبا كاليونان ترتبط بثلاث عفوا ترتبط بثلاث ظروف جوية رئيسية. في الحالة الأولى ترتبط بامتداد المنخفض الخماسيني
الذي يبدأ تأثيره على منطقة بلاد الشام مع بداية فصل الربيع، ويساهم في زيادة درجات الحرارة وزيادة احتمالية حدوث العواصف الغبارية، وبالتالي قد يكون له آثار سلبية واضحة. برغم أن موجات الحر المرافقة للمنخفضات الخماسينية لا تزيد عن 4%، لكنها قد طبعا يكون لها أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية. الظروف الجوية الثانية المسؤولة عن حدوث موجات الحر في الأردن والمنطقة بلاد الشام هي ترتبط بالمرتفعات الجوية التي تتعرض لها منطقة البحر المتوسط أو منطقة شرق البحر المتوسط، وتشكل حوالي 40% من الموجات الحر التي تأثر بها المنطقة. الظروف الجوية الثالثة والمهمة جدا والمسؤولة عن الحالة الجوية أيضا التي سيتأثر بها الأردن خلال الأيام القادمة ترتبط بامتداد المنخفض الهندي الموسمي أو ما يسمى بالمنخفض الحراري السعودي، حيث يمتد ذراع من الضغط الجوي المنخفض باتجاه الشمال والشمال الغربي ليصل إلى شرق البحر المتوسط وأحيانا يصل إلى اليونان، وبالتالي اندفاع كتلة هوائية مدارية حارة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وهذه الظروف الجوية مسؤولة عن حوالي 54% من حالات عدم الاستقرار من حالات موجات الحر التي يتأثر بها الأردن خلال شهري تموز وآب من كل سنة. أيضا موجات الحر لها الكثير من الآثار السلبية، لها الكثير من الآثار الاجتماعية والآثار الاقتصادية، لها الكثير من التأثير على الإنسان وعلى صحة الإنسان، قد تتسبب في كثير من الأحيان في الخسائر في القطاع الزراعي، قد تسبب أيضا في خسائر اقتصادية نتيجة الضغط على مصادر المياه، الضغط على مصادر الطاقة أيضا. بالتالي لابد من اتخاذ الكثير من الإجراءات للحد من حدوث مثل هذه الحالات الجوية من خلال التنبؤ المبكر بموجات الحر ونشر البيانات لكافة القطاعات الإنتاجية داخل الدولة، مما يعطي الفرصة لهذه القطاعات لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتقليل من الخسائر والمضار التي قد تنتج عن مثل هذه الموجات. أيضا يجب أن يكون هناك تضافر ما بين المؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية بموجات الحر، كدائرة الأرصاد الجوية مثلا، وزارة المياه، وزارة الزراعة، مديرية الدفاع المدني، لإصدار تقارير منشورة من خلال وسائل الإعلام حول الإجراءات الواجب اتباعها خلال حدوث موجات الحر. وأيضا أخيرا يجب أن يكون هناك المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية في مجال الطقس والمناخ والبيئة وفي مجال الأرصاد الجوية، وخاصة مع التغيرات التي يشهدها المناخ في هذه المنطقة أو التي سيشهدها المناخ أيضا في السنوات القادمة حول الظواهر المناخية والبيئية المتكررة كموجات الحر، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي، والإجراءات اللازمة للتكيف مع مثل هذه الظروف. وشكراً.